أهلا بكم مشاهدينا وكلام معقول ما بين الخلاف السياسي الإطاري مع الشركاء إذا بقضية الحلبوسي أو مستحقات الإقليم وقصف الأمريكان لمقر الفصائل عام المشترك متمثل. بس تقولوا لي شنو المشترك؟ هسه أقول لكم متمثل بالاتفاقات والتعهدات واللي كلا الطرفين السياسي الإطاري أو الفصائل المقرب منهم تراجعوا عن اتفاقاتهم ونقضوا كل هذه التعهدات، رغم أن هذا الأمر أحرج السوداني وأحرج الحكومة بشكل كبير وكثير. وتخيل عزيزي المشاهد، لو لم يعترض التنسيقي على الاتفاقات ويضرب الشراكات مع المكونات، لكيف كان الموقف الرسمي بالنسبة لجميع المكونات تجاه ما حصل من عمليات قصف وتجاه ما نسمع من تجاوز الجانب الأمريكي على السيادة العراقية، واللي الحكومة قالت بأن قصف جرف الصخر لم يكن بتنسيق مع الحكومة العراقية. عموما، لو أن الفصائل لم تأخذ بتحذير السوداني على محمل الجد اللي سمعه من بلينكين، واللي ترجم يوم أمس بأكثر من استهداف وقصف على الفصائل، لكن المعلومات الأخرى تقول أن السبب الحقيقي اللي دفع الجيش الأمريكي للرد بهذه الطريقة هو استخدام الفصائل صواريخ باليستية تجاه القواعد اللي وصفتها الحكومة العراقية والسيد السوداني بالقواعد العراقية والتواجد العسكري فيه بالمستشارين، واللي ينسف كل حجج الفصائل اللي لتخرج بيها وتقول لا هذول قوات محتلة. طيب، وبيان الحكومة طبعا يوم أمس لوحده، أو اليوم لوحده هذا البيان يحتاج إلى مراجعة. ليش؟ لأن وصف الفصائل لأنهم خارجين عن القانون، وبيان الحكومة يحتاج، ليش قلنا إلى صفنة وتدقيق؟ لأن لا أنطب هذا الطرف ولا أنطب هذا الطرف. الناس قالت توازن، ناس قالت لا حكيت طق بطق، ناس إلها رؤية أخرى. نعود للبداية مشاهدين ونسأل إيش الإطار والفصائل المقرب أو المقربين منهم لا يلتزمون بهذه التعهدات وهذه المواثيق. هذا الأمر محير كلش ويحتاج إلى إجابات.